قامت مجموعات من المستوطنين بمحاولة إقامة بؤرة استيطانية على الأراضي الفلسطينية في مدينة رهط المحتلة، فيما تصدى الأهالي لهؤلاء المستوطنين ومنعوهم من إقامة المستوطنة على أراضيهم. مزيد من التفاصيل مع خضر الزعنون من فلسطين. يعني تصدى العشرات من الفلسطينيين في مدينة رهط في منطقة النقب إلى الجنوب من فلسطين المحتلة لعشرات المستوطنين الذين حاولوا إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. كل ذلك يأتي في إطار عمليات سرقة الأرض الفلسطينية من قبل المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي يعني تقوم في هذه العمليات الممنهجة في وضح النهار وسط مطالبات من الفلسطينيين للمجتمع الدولي بوضع حد لعمليات التهجير القسري ضد الفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.